هبتدي بقى اعمل السحب. في هنا سحابة، والسحابة لو غامة، لو هي غيوم بيبقى فيها رصاصي من تحت، لو هي غروب بيبقى فيها صفار من تحت، صفار او مثلا صفار في اورنج. هنعرف ازاي؟ هات اللون الابيض كده. انا من شويه قلت احنا علشان نعمل السحاب بنعمل بطانه الاول، بطانه باللون الازرق، يعني بعمل السما الاول. لو هعملها كلها ساد عادي. وفي هنا في هنا سحب لونها محمر كده شويه، الفرشه لسه فيها ابيض، انا بدخل فيها ايه ابيض في الاطراف كده، وممكن اسيحها بفرشه ناشفه او بايدي. انا بحب دايما استخدم ايدي في انا مش عايز اكتر من كده، انا عملت لسعة بس كده. طيب هبتدي بقى اعمل السحب. في هنا سحابة، والسحابة لو غامة، لو هي غيوم بيبقى فيها رصاصي من تحت، لو هي غروب بيبقى فيها صفار من تحت، صفار او مثلا صفار في اورنج. هنعرف ازاي؟ هات اللون الابيض كده. بصي، اول حاجة هعملها انا هعمل من فوق اطراف السحابة من فوق طبعا بفرشة نظيفة خالص. طيب عملت اطراف السحابة، وبعدين اعمل اغمق. هي كده كده الفرشة متعاصة ازرق فبتدرج معايا، اغمق اغمق تمام. عايز اعمل كمان سحابة عليها كده، او كتلة، كتلة في السحابة نفسها كده مثلا. شايفين دي بنت ازاي؟ دي بنت ازاي؟ وهوريكم ازاي بعملها بصبعي كمان، بصوابعي، زي ما كنت بعمل قبل كده لما كنت برسم بحر. كانت الناس بتسألني ازاي بتتعمل، هعرفك ازاي دلوقتي. هنا افتح افتح. طب يا مستر انت قلت بتتعمل من تحت رصاصي، طب امتى بتتعمل ابيض وازرق بس؟ لو شروق، لو الصبح، بتبقى السما صافيه جدا. هنا بقى السما بتكون صافيه. طب انا عايز اعمل فيها غيوم، هاتي كده اللون الاسود. هو المفروض ان انا اضرب رصاصي. هاتي هات الغطا، هات الغطا. هو ده، ما هو احنا بنلون. لا هو بناخد، بصي مش اكتر من كده. طب يا مستر هحتاج ان انا اسيحها بالفرشة؟ لو انت حابة ممكن تعمليها كده. انا بحب دايما زي ما قلت لكم استخدم صبعي في المسر. هتبان ان هي غيمة. طب اللي بعد كده هنا سحابة تانية اهي. طيب عايز ادمج السحابة دي في السماء، في السماء الزرقاء اللي انا عاملها. ممكن بفرشة ناشفة، انا بعملها بصبعي عادي اللي ريحني. شوف دخلوا في بعض ازاي. مش عايز السحب الكتل تكون قد بعضها، انا بعمل اشكال عشوائية. مثلا انا عملت كده، وهنا في هنا سحابة مثلا اهي بعيدة مش باينة، او قطعة سحابة خفيفة جدا، خفيفة يعني مش كثيفة يعني، فاهمين؟
طيب عايز اعمل هنا سحابة كمان، عايز ادخل فيها رصاصي. خدتش بالي اصلا، حطيت اسود، ممكن احط رمادي لو عايز، اصلا انا حطيت اسود بزيادة عشان هعمل هنا كمان سحابة. امسك بقى كده، حطيه بقى مكان. في حاجة تانية انا ممكن اعملها، وهجربها هنا قدامكم. بصي، ممكن اعمل بطانة للسحابة غامقة مثلا كده، زي كده، واسيحها، واسيح دول طبعا، وتشد شوية. اروح اعمل ايه بقى؟ احط عليها رطوش ابيض من فوق. اتفرجي بقى على جمال اللوحة، هتبقى تحفة. طبعا المفروض ده انا كنت بجرب لكم، بوريك ازاي بسيح الابيض في الازرق في الخلفيه. فانا المفروض ان دي كلها فيها رمادي، الاصفر ده كده، ومع انها يعني بسيطه، يعني لمسات بسيطه جدا حتى في الابيض اهو، بتجمل اللوحه جدا. هي بتبقى في الأماكن في الأطراف، فاهمين؟ وبسيحها، ممكن أسيحها جوه هنا، بس اللي باين اللي هو إيه؟ اللي زي ده، دي إضاءات، وبتكون في الأطراف بس. ممكن أخلي الرمادي أو الرصاصي ده رمادي مصفر. أنا لما أسيح دلوقتي هتشوفوا اللي هيحصل. انا هحاول اسيحهم في بعض كده، انا مش عايزهم كتير قوي، هو كده شكلهم واقعي شويه. يعني في هنا سحاب، والبحر يعني ايه ممزوج مع السحب اللي هنا، في ميكس كده ما بينهم. تمام، ممكن هنا كمان حاجات بسيطة بس كده. تمام، اللي بعد كده هنا في أصفرات، الشط هعمله وهعمل الإضاءات اللي عليه، السحب زينا ما عمل، وهنكمل بعد ما تخلصوا، هنرجع بعد الفاصل. اتفضل. برافو عليكم.